اول ما الست بتعرف ان هي حامل وقبل حتى ما تروح للدكتور هتكلم صاحبتها تقول لها انا حامل، صاحبتها تقول لها بصي خدي فوليك اسيد، تيجي واحده تانية تقول لها لا بصي انت لازم تاخدي اوميجا 3، وحد تاني يقول لها لا فيتامين بي مهم جدا ضروري تاخديه، تيجي المريضه او الست اللي عرفت ان هي حامل للدكتور الاقيها ماشيه على كميه سبلمنتس كتيره جدا وكميه ادويه كتيره جدا يمكن هي ما تكونش محتاجه نصها. العلم والطب الحديث دلوقتي متوجه ناحية المالتي فيتامين، انه حباية واحدة بس تكون فيها كل الحاجات اللي الست بتحتاجها، خاصة ان هي في اول 3 شهور بتبقى مش قادرة تاكل ومش قادرة تشرب ونفسها مسدودة. طيب من اكتر المنتجات الحقيقة اللي هي كفت ووفت في الحاجات او البرودكتس او السابلمنتس اللي الست دي محتاجاها هو البريجنا كير. البريجنا كير فيه فوليك اسيد 400، فيه كمان الزنك والايودين، وفيه البيتا كاروتين. اللي ما يعرفش البيتا كاروتين ده بريكورسر من فيتامين اي، احنا بنسمع ان فيتامين اي بيعمل توكسيسيتي او يعني بيعمل مشاكل للبيبي او تشوهات، انما البيتا كاروتين البريكورسر بتاعه ما بيعملش اي مشكله. البريجنا كير حبايه واحده ممكن تاخديها من قبل ما تعرفي ان انت حامل بثلاث شهور لحد ما تولدي وبعد الولادة كمان بثلاث شهور، لانه هي لو مشيتي عليها هي بس هتكون كفاية وهتغنيكي عن اي سابلمنتس تانية باعتبار ان انت ما عندكيش اي مشاكل ولا انيميا ولا اي حاجة تضطر ان احنا نديكي حاجة اضافية للبريجنا كير. البريجنا كير امبورتنت بالكامل، يعني جاي من برة وبيتقفل بس هنا في مصر.